بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما نسبته اليهود من التحريف هل كان خاصا بصفة محمد صلى الله عليه وسلم أم شمل ذلك الحدود؟ لقوله تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله. اليهود حرفوا كثيرا لكن لم يستطيعوا أن يحرفوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا، لكنهم يكتمونها، وإلا هي باقية ما حرفوها، إنما حرفوا غيرها من الأحكام الشرعية.